بديت مشروعي ب 20,000 دينار، بلشت بعربانة صغيرة والحمد لله والشكر، بدأت الناس تردد علي يوم على يوم، بلشت أشتغل 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 الناس تردد، طورت من شغلي والحمد لله من عربانة إلى صار عندي كرفان، وناوي إن شاء الله على المستقبل يعني يصير عندي مطعم، وبديت أول مرة وحدي والحمد لله هسه عندي 4 أشخاص وياي، عدة 2 توصيل ويانا، وعندنا الأكل المتوفر يمنا برجر لحم عجل طبيعي خالص، برجر دجاج، برجر لحم عادي، شاورما. الاقبال العالي علينا الحمد لله والشكر تزداد يوم على يوم، بعدنا معاملات كثيره احنا على طريق الناس تريلات شيء عالم ناس تجينا من تكريت من كل المناطق والحمد لله والشكر صار علينا اقبال حيل قوي والعالم علينا وشغلنا نظيف وكنا نظيف والله ده الله سهل وراء طموحنا بالمستقبل ان شاء الله مطعم لان انا طورت 3 مرات عربانه بعدين كرفان صغير هسه كرفان اكبر واذا الله سهل وراء التطوير الجاي ان شاء الله مطعم تو مطعم لنا بالمنطقه لان المنطقه ما بيها تستقر هي الشيء تعبر للسوق السوق كله غالي واكل يعني مو نظيف و يعني مو ما خاف مصلحة واقف مصلحتي مثل ما أنا واقف مصلحتي ومهتم فيها والحمد لله والشكر.